صحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسعوا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية والترحيب بفضيلة الأستاذ الشيخ سعد عرفات، أهلا بحضرتك. الله يحييك. قبل الفاصل مشاهدينا الكرام كنا بنتكلم عن المشهد المرتبك، ده اللي نقدر نقوله، الوصف اللي نقدر نقوله، المشهد المرتبك اللي موجود الآن في مصر ما بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس مرسي. المعارضون في ميدان التحرير، الكل هناك يهتف ضد الرئيس مرسي وضد الإخوان المسلمين، ويطالبون بإلغاء الإعلان الدستوري، وبيقولوا إن إحنا حنعتصم في ميدان التحرير إلى أن يتدخل الرئيس مرسي ويعلن رسمياً أنه تراجع في الإعلان الدستوري. الفريق الآخر المؤيد لقرارات الدكتور مرسي بيقول لا تتراجع عن الإعلان الدستوري، إحنا معاك وإحنا وراك. يبقى إحنا البلد متقسمة لفريقين الآن، وربنا يجمع الصف يا رب العالمين، ويجمع المصريين على كلمة واحدة يا رب العالمين. في مشهد مرتبك محتاجين، زي ما بقول، محتاجين نسمع كلمة التجرد، محتاجين نسمع كلمة الصدق، محتاجين نسمع الكلمة اللي بتجمع ولا تفرق، محتاجين نسمع الكلمة اللي بتبني ولا تهدم، محتاجين الكلمة اللي بتؤيد وتؤكد ان الكل ايا كان رأيه ده مصري وده مصري. انت بتقول رأيك مع الدكتور مرسي، اهلا وسهلا. الفريق المعارض اللي بيعارض الدكتور مرسي ايضا رجل مصري ومواطن مصري بيعارض الدكتور مرسي، ولكن المظاهرة والأمور السلمية لا شيء في ذلك، طالما أمور سلمية، طالما ما فيش حرق لمقرات الإخوان، طالما ما فيش فيه قتل، طالما يبقى لا شيء في ذلك. قول رأيك زي ما تقول، قول رأيك يعني اللي انت شايفه من جواك واللي انت مقتنع به، قول زي ما تقول، ولكن لابد أن يكون الانفعال، ولابد أن يكون القرار، ولابد أن يكون الرأي بسلمية من أجل أن نعبر الأزمة اللي إحنا موجودين فيها الآن. محتاجين الحكماء يطلعوا، يتكلموا بتجرد، مش عايزين مجاملات. الحكماء يطلعوا يقولوا الحل، المخرج من الأزمة دي إيه، ده اللي إحنا محتاجين نسمعه. بأكرر مرة أخرى، الاتصالات حضراتكم عامل مهم جدا جدا جدا، وهقول من هنا لبكرة، جدا جدا اتصالاتكم ومداخلاتكم ورسائلكم النهاردة هتفرق في أشياء كتيرة جدا، لأن زي ما قلت من البداية شخصيات مهمة جدا على أعلى مستوى، على أعلى مستوى في البلد بتتابع هذا اللقاء من أجل إن هم عاوزين يشوفوا نبض الشارع. في نبض موجود في ميدان التحرير، في نبض آخر موجود محتاجين يسمعوه. النبض ده هل هو يتفق مع ما يقوله ميدان التحرير، ولا الرأي مختلف؟ ده اللي احنا محتاجين نسمعه من خلال التلفونات ومن خلال الرسائل حضراتكم على شريط الرسائل. عايز أبدأ بس يعني سريعا مع فضيلة الشيخ سعد ونستقبل تلفونات أحبابنا المشاهدين اللي بنسعد بها دائما. عايز أؤكد إن احنا كلنا مصريون فضيلة الشيخ سعد. نعم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ما تيجوا نسمع كلام نبينا، ما تيجوا نرجع إلى أصولنا وناخذ منهج نتفق عليه جميعا، ولا يضر أحد ولا لمصلحة أحد، لأن الله لا يحابي أحد، الله عز وجل لا يحابي أحدا، فالكل خلق الله عز وجل، لكن يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره أو يسخط لكم ثلاثا. منهج، هذا دين، هذا منهج لله رب العالمين نسير عليه أجمعين. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره أو يسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم،
ويكره أو يسخط لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. منهج للسعادة، منهج للوصول إلى بر الأمان، منهج للخير، منهج للهداية، منهج للسعادة، للأمن، للأمان. إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، توحيد العبادة لله، وإفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا نخاف إلا الله، لا ندعو إلا الله، لا نرجو أحدا سواه، نتوكل عليه لا على سواه، نعتصم بحبله لا بشيء غيره. ثانيا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لهذا كنا نتكلم دائما ونحذر من الأحزاب ونقول إنها فتنة وإنها فرقة وإنها ضعف وما كان فيها خير أبدا. ثالثا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لا اعتراض على النصيحة، لا أحد يكتم النصيحة، بل إن ديننا دين النصيحة كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الذين خرجوا يرفضون الإعلان الدستوري، الذين رفضوا الإعلان الدستوري. مين قال إن احنا مأيدينه بالجملة؟ مين قال إن احنا مأيدينه كاملا؟ مين قال؟ نحن نؤيده متى؟ إذا كان بمشورة أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الحل والعقد، إذا كان بمشورة الجميع، إذا كان الاختيار بعد أن عرض الأمر ولي الأمر، بعد أن عرض الأمر على الناس، على أهل الحل والعقد، على أهل المعرفة، ثم وصلوا إلى هذا الرأي فنحن معه. لكن من قال أننا نوافقه على كل ما يقول؟ أبدا والله أبدا، لأن كلامه ليس منزل، وأن كلامه ليس قرآن. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يبدون رأيهم لرسول الله الذي موحى إليه من قبل الله، لكن بأدب النصيحة. يأتيه أحدهم لما وصل إلى بدر فجاءه وقال له: يا رسول الله، أهذا المنزل منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ شوف الأدب. يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا المنزل الذي اخترته هل هو بوحي من الله؟ الذي أنزلكه هو الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الرجل: يا رسول الله، إني أرى كذا. فوافق عليه، وافق على رأي الرجل، وغير النبي مكانه ومكان الجيش الإسلامي. أبدا نحن لا نعيب على من خرج يعترض، أبدا. من قال من حقك أن تنصح لولي أمرك؟ مش من حقك، ده بل هو واجب عليك أن تنصح لولي أمرك، ولا تسكت عن سوء ولا عن شر، فإن من سكت عن السوء وعن الشر فهو شيطان، وهو يعين على هدم، لا أقول البلدان، بل يعين على هدم الأديان. لأن الدين ما قام إلا على الحق والعدل، لأن الدين ما قام إلا على الإنصاف. فنحن نقول الذين خرجوا يعترضون على الإعلان الدستوري ليسوا خارجين عن الإسلام، وما قال أحد أبدا أنهم أرادوا هدم البلد ولا الإفساد، بل هم رأوا وتشاوروا وتدابروا وخططوا، ثم إنهم رأوا أن هذا الإعلان غير مقبول، وكان عليهم أن يأخذوا بالطرق المشروعة. التقى ولي الأمر بالقضاة الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها، كنا نحب أن يقولوا كلمة واحدة عند ولي الأمر هناك، لأنه أتيحت لهم الفرصة للنصيحة، أتيحت لهم الفرصة كاملة لبلاغ صوتهم ولبلوغه إلى مسامع رئيسهم. كان من الواجب ألا يرجعوا إلا وقد اتفقوا، حتى تهدأ الأمور وتنتهي المشاكل والعوام. نعم. ونحن مع العوام لا نريد أن نعيش في هذه المتاهة.
لا نعترض، لأن النبي قال إن الله يرضى لكم أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أنا أقول رأيي وأنت تقول رأيك، ولا أسفه قولك ولا تسفه رأيي، بشرط أن تأتي بدليل على صحة قولي وأنا آتي بدليل على صحة قولي، ثم الراجح عندنا نخضع له جميعا ونسلم له جميعا. ولا مانع أن ننصح لولي الأمر مهما عظم شأنه وعلى قدره كمين. وارتفعت منزلته ومكانته، نعم هو على عيننا ورؤوسنا، لكننا ننصح له بشرط أن تكون النصيحة بالمعروف بالأدب الموصوف، أن تكون النصيحة بالأسلوب الذي حده لنا ديننا ربنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسار عليه أصحابنا أبدا. وعشان كده بنقول هنفتح الاتصالات، وأنا لا أقول إن اللي يتصل بنا فقط المؤيد لأننا نحب هذا، لا والله، نحن على الحياد التام ونحن نختار الأصوب لهذه البلد، نختار الأصوب لهذه البلد والأصح لهذه البلد والأنفع لها، ولا ينفع لهذه البلد ولا لغيرها إلا ما كان في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أعدل أصوب أنفع، القرآن يهدي إليه. اوعى الظن أن احنا ننتظر أن من يتصل بنا هو الذي يؤيد القرارات. من قال؟ من قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار أحد أصحاب النبي غير المشهورين أشار عليه، فانتقل النبي من مكان إلى مكان آخر. سلمان في يوم الخندق أشار على النبي، قال يا رسول الله كنا في بلدنا في بلاد فارس، إذا أغير علينا إذا اعتدى علينا عدو خندقنا على أنفسنا، فأعجب النبي بمشورة سلمان وأمر بحفر الخندق، واستطاع النبي أن ينقذ المدينة من الهلاك الكامل. 10,000 مشرك أحاطوا بمدينة رسول الله بمشورة واحد من أصحاب النبي، أنقذ الله عز وجل أمة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يدري الحق على لسان واحد من الذين في التحرير أو من الذين في خارج التحرير، يكون ناصحا لله مخلصا لله صادقا في محبته لهذا البلد ولهذا الوطن، أن ينصح الرئيس نصيحة لكي يغير أو يبدل أو يرجع في قراره أو يعدل في قراره أو يصلح من حاله أو يخرج على الناس فيظهر لهم الحقيقة كاملة، والناس لا ترضى إلا بالصدق. جميل، ربنا يكرمك. نعم. الشيخ معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله أستاذ ملهم وحيا ضيفك الكريم. الله يكرمك، تفضل تفضل. والله العظيم يعني جزاكم الله خيرا وخير الجزاء، ونرجو من الشعب ومن الناس جميعا أن يأيدوا قرار الرئيس محمد مرسي ويوفقه الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه ويهدي شباب المسلمين إلى الحق والخير يا رب. جزاكم الله خير. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. اتصال آخر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا أبي العزيز؟ تفضل. بقول لحضرتك إحنا مأيدين الرئيس محمد مرسي. أيوة. وانا احنا ساعه المظاهرات كان ابي العزيز بيقول السيدات ما يخرجوش على اساس الزنا مع الرجال، احنا دلوقتي بنقول لابي وبنقول للدنيا كلها اذا الرئيس تراجع او اي حد تراجع عن شريعه الله احنا هنطلع احنا واولادنا قبل استئذان ازواجنا. شريعه الله محدش يمسها، شريعه الله احنا ما عايشينش الا لشريعه الله. وبقول لابي العزيز احنا كنا اخترعنا اختراع يعني كحاجه كده نغضب غضبه للشريعه، يعني كنا بنقول لأولادنا وهم رايحين الدراسة بدل ما بيقولوا أهل وزمالك هنقول تطبيق شريعة الله، هل ممكن تسمح لنا كده ولا احنا كده غلطانين؟ لا. ربنا يبارك فيكي ويسعدك وينفعك وينفعنا ويرفعك ويرفعنا. نحن جميعا نقول شريعة الله فوق الرؤوس. جميل. شريعة الله فوق الجميع، ولا نرضى إلا بشرع ربنا، لأنه لا دين بغير شرع، لا دين بغير حكم. ألا له الخلق والأمر، الذي خلق له الحكم والأمر، والذي خلق هو الذي له الطاعة والخضوع، فكلنا نرضى ونخضع لشرع الله عز وجل. نعم. اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا استاذ ملهم؟ اهلا بيك، اتفضل يا اخي الحبيب، اتفضل. ازيك يا شيخ سعد؟ حياك الله يا اخي. بقول للاخوة الكرام اللي قاعدين في ميدان التحرير، لا تنسوا الله، يعني انصروا الله عشان ربنا يقف مع مصر. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ويا استاذ ملهم، الناس دول والله والله بيحاربوا الله ورسوله، يعني ما مش عايزين للدرجه دي يا اخي الحبيب، بس اسمعني بس الله يكرمك، مش عايزين نصل للامر دي ان دول بيحاربوا ربنا، يعني مهلا بس مش عايزين، يعني معلش يعني ما نوصلش للدرجه دي، بس ما نوصلش للدرجه دي. ربنا في كتابه العزيز ان شاء الله، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم، لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم ان شاء الله. ونرجو خير خير. مش لي يعني، لا لا حاضر، لا لا هذا رايي يعني، ولكن لا نتفق مع هذا الراي طبعا، انا شخصيا لا اتفق مع هذا الراي. نعم. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فتحي من تونس. اهلا استاذ فتحي، اتفضل. جزاك الله خيرا اخ ملهم. انا في الحقيقه اساند اخي ابو عمر، و في الحقيقة قول الله سبحانه وتعالى أعلى من كلام أي إنسان. الله تعالى يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هؤلاء يحاربون الشريعة، فماذا نقول لهم؟ يحاربون الدين، يحاربون الله، يحاربون القرآن والرسول. يا أستاذ فتحي، أستاذ فتحي شيئا. اسمع يا أخي الكريم، اسمع يا أخي، اسمعني يا أخي الحبيب، الله يبارك لك، اسمعني اسمعني بس، ربنا يبارك فيك ويبارك في كل الجميع. احنا مش عايزين انفعالنا نصل لامر ان احنا دول بقوا كفار، ما نقولش كده يعني، ده تصور خاطئ، دول مش كفار عشان نيجي نقول يعني ما ينفعش. احنا خلينا في منهجنا اللي احنا ماشيين عليه، الله يبارك لك، وده منهج قناه الرحمه، احنا ما بنكفرش حد، ولا ده اسلوبنا ولا ده منهجنا. ما احناش عايزين انفعالنا وتعاطفنا يصل بنا ان كل واحد يطلع يقول دول كفار، لا دول مش كفار، دول مش كفار. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. احنا عايزين نرد على السؤال اللي بنقوله، احنا هل نحن مع الاعلان الدستوري ولا ضد الاعلان الدستوري؟ هل يتراجع الرئيس مرسي؟ أيوة. هل يتراجع الرئيس مرسي عن قراراته بعد مظاهرات اليوم؟ ده اللي احنا محتاجينه نسمعه النهارده. ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. احنا بنسعد بكل الاراء، ولكن زي ما الشيخ سعد قال، احنا محتاجين نسمع الاراء اللي فيها حوار هادئ، اللي فيها هدوء، اللي فيها نصيحه خالصه لله سبحانه وتعالى. نعم. واللي فيها صدق. الناس دول تعالوا 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 نقول، بدل ما احنا قاعدين نقول كفر والى اخره، تعالوا نجمع القلوب ونجمع الالسنه مره تانية ونجمع الشخصيات مره تانية من اجل ان احنا نعبر ببلدنا يا رب. اللهم امين. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ ملهم. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اقول نعم لقرار الرئيس، واقول له لن تتراجع يا ريس، وربنا معاك واحنا معاك بالدعاء في السدود ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه، الاستاذ ملهم والشيخ سعد عرفات واهل قناه الرحمه جميعا. الله يبارك فيك، لان انتم اهل الانصاف. انا محمد من البحيره، من احدى قرى البحيره الفقيره جدا، وانا مش من الاخوان كمان. والله والله انا مع الرئيس مرسي، والله انا معاه قلبا وقالبا، وانا كمان من عوام الناس عشان تكون عارف. نعم. انا كل ما اتكلم مع الناس، انا مش عارف الناس كره شرع الله ليه. انا مش انا عايز الناس تفهم اللي انا هقوله. هو السعوديه مكه المكرمه، انا عشت فيها 10 سنين، كنا بنعين الفلوس تحت المخده ولاقوها والله. ليه؟ لان الشرع هناك بقطع ايد ورقبه. انا كنت بقول الاول يستنى لما يطبق الايه العداله الاجتماعيه، لكن لا ما ينفعش، والله ما ينفع، لان الفقير في مصر، واحنا وانا في احدى قرى البحيره الفقيره جدا، اقل فقير عندنا عنده اكل يوكله سنه كامله، يعني ما فيش فقير ولا في اي شيء، ده الناس بتفتري، ده اقل من نص الشعب ده يمكن نصاب. والله العظيم ثلاثة نصف. هو الناس عايزة ايه؟ بتطالب الدكتور مرسي بحاجات فوق الخيال، وبعدين ايه شرع ربنا بيحافظ عليا وعلى غيري؟ هو انا لما الاقي ان هينقطع ايدي ورقبتي، طب ما انا هعيش محترم، ومالي وشركتي وفلوسي هعيش بيها في مأمن. انما الشعب عايز ياكل وعايز فلوس من بلاش من غير ما يشتغل. والله الناس عايزة كده.
وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام فضل في حرب لحد ما هو الناس رضت عن النبي الشيخ حسان الله يطول عمره من 4 سنين أو 5 سنين كان بيتكلم وقال إن الناس ما رضتش لا عن الله ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقي أنا ما عرفتش كلام الشيخ حسان غير النهاردة، والله ما عرفته غير النهاردة. الناس مش عارف الناس عايز إيه بالظبط، الناس بتكذب على نفسها وبتصدق نفسها. هو ده كلام؟ ده ما ينفعش، والله ما يرضى الرئيس اللي والله أنا ما كنت أعرف محمد مرسي ولا شيء، بس من خطاباته المتكررة والكلام اللي بيقوله من قلبه أنا مش متخيل اللي بشوفه. راجل بيقول أنا ماليش حقوق وعلي واجبات، عايزين منه إيه؟ أنا مش عارف الشعب ده عايز إيه بالظبط. نعم. عايزين نعم. النظام السابق بتاع الفلول يرجع تاني ولا إيه؟ نعم نعم نعم، ربنا يكرمك. اتصال آخر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، بس حاجتين هقولهم لحضرتك بسرعة. أول حاجة طبعا أنا مع قرارات الدكتور مرسي وإنه ما يترجعش نهائي نهائي، لأن الوقت ده هو وقت الفصل. نعم. مفيش غير كده. تاني حاجة، أنا سمعت من شوية على قناة الجزيرة 2 دكتور أيمن نور وأستاذ تاني من حزب الدستور، دكتور أيمن نور بيقول إن إحنا عشان نرجع للتأسيسية عايزين نغير بعض الأشخاص اللي موجودين في التأسيسية، والأستاذ بتاع حزب الدستور بيقول إحنا المادة الثانية نسيبها زي ما هي، إحنا مش محتاجين ليها أي تفسير. بيتهيألي ده يوضح هم عايزين إيه دلوقتي بالظبط مننا، إن إحنا نتراجع عن طلب الشرعية. أنا بقى بطالب حضرتك اللي موجودين في التأسيسية من حزب النور وحزب الحرية والعدالة إذا كانوا صادقين فعلا مع الله إن هم يقولوا لا إحنا هنلغي المادة المفسرة وهنلغي كلمة مبادئ، تبقى هي الشريعة بس اللي موجودة اللي احنا بنطالب بيها. ولو سمحت يا ريت يا ريت يا ريت كل الأحزاب الإسلامية وكل الإسلاميين يتحدوا، كفاية مهزلة، احنا بنفرج الناس علينا، احنا كمسلمين بنفرج الناس علينا، كل واحد في حزبه كل واحد في حزبه، يا ريت يتحدوا. فين واعتصموا؟ فين واعتصموا؟ احنا ما بنطبقش حاجة. نعم. أنا بنطبق بس كلام. صحيح. صح. أنا أسفة معلش. أحسنت، كلام رائع. هو ده الكلام، هو ده الكلام. احنا محتاجين ان احنا نقول في مشاكل، في ازمات، في وفي وفي وفي، ولكن طب احنا بنعمل ايه؟ ما احنا مش عايزين نقعد نقول نتكلم، لا، احنا محتاجين ان كل الاسلاميين يتحدوا، محتاجين ان كل الاحزاب الاسلاميه او ذات التوجه الاسلامي يتحدوا، يبقى كلامهم واحد، يبقى رايهم واحد، تبقى كلمتهم واحده. ده لو اتعمل زي ما الاخت الكريمه ذكرتنا بقول الله امر ربنا واعتصموا، لو اعتصموا بامر الله سبحانه وتعالى لتغيرت المعادله، والله المعادله كلها في مصر هتتغير، بس بشرط ان احنا نعتصم بحبل الله وان التيار الاسلامي كله يتحد، ان التيار الاسلامي يبقى كله كلمه واحده. معنا اتصال اخر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك أستاذ ملهم. أهلا وسهلا، تفضل. زي حضرتك أبو الفاضل الشيخ سعد. الله يحييك. تفضل. نعم، مؤيد الدكتور مرسي، وبضم صوتي لصوت الأستاذ ملهم إنه لازم يعني عدم التعصب، وبضم صوتي لصوت الشيخ سعد إنه لا لازم يا دكتور مرسي تنزل للأمة وتواجه، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا هينصرنا وبإذن الله ربنا هيكرمنا بإذن الله. ويا أستاذ ملهم بحب أقدم حاجة، استحالة من على المنبر المبارك ده حد هيتصل وهيجامل قناة الرحمة، والله أبدا، وبإذن الله ربنا مش هيخذينا. خير إن شاء الله. بارك شكرا الله جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. طيب أم رامي، وناخد بس بعض الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته يا استاذ ملهم. اهلا وسهلا. ايوه استاذ ملهم. نعم، اهلا بحضرتك. انا مؤيده لراي الدكتور مرسي. تمام. اولادي مؤيدين راي الدكتور مرسي، اولادي 2 معاملين. نعم. مؤيدين راي الدكتور مرسي، وعيلتي كلها مؤيداه. واولا هقول لحضرتك حاجه. نعم. الاستاذ حمدين صباحي عامل هنا علاج ببلاش وبيمضوا الناس وبياخدوا ارقام بطريقهم، فبقول لها ليه بتمضوا الناس؟ قالت لي علشان مش عايزين اخوان ولا سلفيين. قلت لها انا سلفيه واخواتي كلهم ملتحيين واحنا عيله كلنا سلفيين. في كفر الشيخ ولا فين؟ نعم. في كفر الشيخ ولا فين؟ لا، ده نفسي دي بشر قبلي بجوار نقطه في الاسكندريه. محمد فريد وانا مرامي ومستعديه اشهد على اللي الست قالته لي في الاسكندريه. نعم. خير 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 خير. نعم خير ان شاء الله. طيب هي أضاف الإسكندرية. نعم. طب بعض الرسائل اللي وردت إلينا ما شاء الله.
نعم للدكتور مرسي، نعم نحن مع قرارات الدكتور مرسي. أم عبد الرحمن سلطان من الغربية لا تتراجع، لا تتراجع، يعني حد من أسيوط. نعم الدكتور مرسي، نعم لقرارات الدكتور مرسي، أنه أيد الإعلان الدستور للرئيس. قبيلة في سوهاج بتؤيد الدكتور مرسي. اخترناك لتطبيق شرع الله فلا تتراجع. أم كريم من المنيا لا تتراجع، وقض على العشوائيات فهي خراب مصر. وأيد قرارات الرئيس، ربنا ينصرك أم عمر وسندس. أقسمت بالله عليك يا دكتور مرسي لا تتراجع أم مريم. لا ترجع يا دكتور مرسي، ونحن معك. أبو سلمة من القاهرة لا تتراجع بنفس يعني الرسالة اللي جاي، لا تتراجع يا أمير المؤمنين، لا تتراجع دكتور مرسي والله معك، لا يتراجع الرئيس والله ناصره، ونحن مع هيثم من أسيوط. وأيد قرار الدكتور مرسي وأسأل الله له الثبات على الحق ولا يتراجع. محمود إسماعيل صالح أبو زعبل من القليوبية، نعم نؤيدك، الله ينصر الإسلام والمسلمين، لا تتراجع يا دكتور مرسي نحن خلفك. أحمد عبد الفتاح القصاصين من الإسماعيلية، الحفناوي من ليبيا تراجع من أجل البلد يا دكتور مرسي. رسالة الحفناوي من ليبيا، تراجع من أجل البلد يا دكتور مرسي. رسالة تانية، لا تتراجع يا رئيس. كمال عبد الظاهر، ربنا معك يا مرسي، اثبت أنت على الحق وكلنا معك. أسامة من الشرقية، أؤيد الدكتور مرسي. أحمد البوشي، لا تتراجع يا رئيس أم عبد الرحمن، لا تتراجع يا دكتور مرسي. عبد الرحمن الصيفي، لا تتراجع يا دكتور مرسي، إن الله معنا. يحيى منصور من ليبيا، لا تتراجع يا دكتور مرسي، اضرب بيد من حديد. عبد الرحمن من الإسكندرية، نؤيد الإعلان الدستور للرئيس، لا تتراجع يا دكتور مرسي، ربنا معاك، سير على بركة الله. أم روضة، أرجوك تراجع يا دكتور مرسي من أجل حقن الدماء. أحمد من البحيرة بيقول، يعني هو بيطالب الدكتور مرسي بالتراجع عن الإعلان الدستوري حقنا للدماء. لا تتراجع فنحن معك في الحق دائما أم محمد. إحنا نقول كل الرسائل اللي بترد إلينا بدون أي شيء، لا تتراجع يا ريس، ولا تنسى الله معك ومعنا وشرع الحكيم. والله أكبر. عبد الله من مصر، لا تتراجع يا دكتور مرسي، ثبتك الله وحفظك وحفظ مصر من كل سوء. أم أنس الجيزة، لا تتراجع يا ريس، إن فعلت تراجعنا عنك. لا تتراجع يا ريس، إن فعلت تراجعنا عنك، يعني لو تراجعت يا دكتور مرسي إحنا هنبعد عنك وكده، تراجعنا عنك. المشكلة ليست في التراجع من عدمه، ولكن ماذا بعد ذلك؟ هل يسكت أم يظل يتنازل؟ لابد من الحوار. أحمد من السويس، كلام رائع. جميل. المشكلة ليست في التراجع من عدمه، ولكن ماذا بعد ذلك؟ هل يسكت أم يظل يتنازل؟ لابد من الحوار. لا تتراجع أم دعاء من المنوفية، لا تتراجع دكتور مرسي. صابرين سيد، رحمة، اللهم نجي مصر، لا تراجع ولا استسلام. محي سيد، لا تتراجع عن قرار إقالة المفسدين، اثبت فإنك على الحق يا رئيس. إيمان من البحيرة، لا تتراجع يا دكتور مرسي. محمد من طنطا، لا تتراجع يا رئيس منصور، إن شاء الله وربنا معاك. سيد من الجيزة، نؤيد قرارات الرئيس أكرم البحيرة، وفقك الله يا ابن مرسي، وسدد على الحق خطاك، ونصرك على من عداك. لا تتراجع يا دكتور مرسي. خلف من حلوان، اثبت يا دكتور مرسي ولا تتراجع، أنت على الحق لا تتراجع. مصري مقيم باليابان عايز يعيش في بلده، نقول ونسعد بك دايما، نقول لسيادة الرئيس سر على بركة الله فإنك على الحق. البراء من الفيوم، لا تتراجع فإنك على الحق، حسبك الله والمؤمنين وكفى بالله حسيبة. رسالة من طنطا، والله لم يرضى عنك هؤلاء فلا تتراجع، ربنا معاك. عمر سعودي المنيا، لا يتراجع الرئيس، نحن معك والله من فوق سبع سماوات معك إن شاء الله. طارق محمدين من سوهاج، بسيوني خطاب بيؤيد وبشدة قرارات الرئيس، أرجوك يا رئيس لا تتراجع، الله معك. أم محمود عراقي من الإسكندرية، لا تتراجع يا دكتور مرسي، نحن معك. يوسف، لا تتراجع فالله حافظك ويرعاك. كل عائلات أبو مصطفى معك من غربية، سير على بركة الله، الله يوفقك يا رئيس كل المصريين. مجدي من العبور، طبعا رسائل عديدة وكثيرة، هنا رسالة بس سريعة، نهيت أكثر من 3-4-5 رسائل، همت الخمس رسائل دول بيطالبوا الدكتور مرسي بالتراجع خشية الفتنة في مصر. والتانية، أرجوك تراجع لأن البلد اتقسمت. في رسالة أخرى، يا دكتور مرسي لله 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 ثم للوطن، تراجع من أجل، بنفس النص، أن أنتوا
قسمت البلد. الرسالة الخامسة هي: يا دكتور مرسي تراجع من أجل عودة مصر إلى المصريين مرة أخرى. كلام جميل وكلام رائع وكله بيرد على بعضه. أنا معايا يعني أكتر من بفضل الله رب العالمين أكتر من 7 صفحات رسائل، كل صفحة فيها 100 رسالة، مش عارف هنقول ال 700 رسالة دول 2000 أدك يا ما شاء الله. طيب يعني الرسائل هي بتعدي ما شاء الله، يا رب يبقى معنا وقت ونقدر نقول كل الرسائل اللي وردت ونقول ونؤكد. معنا اتصالات. طيب طيب نرد فضيلة الشيخ سعد ونتكلم، ان احنا كنا بنتكلم على جزئية ان احنا في مسألة التكفير، هل يجوز لنا ان احنا نكفر اخي المصري والى اخره؟ انا اريد ان اقول لاخواننا واخواتنا المشاهدات لهذه الحلقة بالذات ولهذا الخروج في ميدان التحرير اليوم بالذات، أقول إن من خرج إلى ميدان التحرير اليوم هو لرفض التعديلات الدستورية الجديدة، وهذه التعديلات التي أصدرها الرئيس ولي أمرنا لا علاقة لها بالشريعة ولا بالشرع، إنما علاقتها بتيسير أمور البلاد. فهذه المسألة لابد أن نفهم ونستوعب، مسألة ما لهاش علاقة بالشريعة. حتى لما أصدر قرارا ببقاء الجمعية التأسيسية لا علاقة له أيضا بالشريعة، إنما هو يريد أن يثبت الأمور ويريد أن يحيى الناس في أمان، لا علاقة لها بالشريعة على الإطلاق. فعشان كده ما نقولش اللي خرج ده بيحارب الشريعة، ولا خرج أبدا ملهاش علاقة بحرب الشريعة، إنما له علاقة بالتعديلات الدستورية التي أصدرها الرئيس، وهذه التعديلات تعديلات بشرية من قول بشر يرد عليه فيها، لكننا نعيب على الرد الذي بغير نصح لله عز وجل وللوطن. أقول نعيب فقط على صورة النصيحة، التخريب، السب والشتم والإيذاء، الطعن في الآخرين بالعمالة، تحريق وتكسير سيارات، وربما يصل الأمر إلى القتل والقتال. لا نريد هذا ولا نراه، وليست هذه وسيلة للتغيير ولا وسيلة للإصلاح ولا وسيلة للنصيحة. فأنا أريد أن أذكر إخواني وأخواتي أن الخروج في هذا اليوم بالذات لهذه القرارات بالذات ليس له صلة بشريعة الله ولا علاقة له بشريعة الله. حتى الفقرة التي فيها البقاء على اللجنة التأسيسية، لا بقاء على اللجنة التأسيسية من أجل الشريعة، بل إن كثير من بنود الدستور التي في هذا الدستور الجديد ما يعارض الشريعة، وأنا تكلمت وغيري تكلم من مشايخنا وأساتذتنا، فمالوش علاقة بالشريعة، لازم ننتبه لهذا. أنا فقط أعترض على صورة النصيحة، على الصفة التي قاموا بها للنصيحة، لكن أقول لهم الحق أن ينصحوا، وقلت أن الرئيس أعطى لهم فرصة ذهبية لما التقى بسادتهم وكبرائهم من القضاة والعلماء والشيوخ والصحفيين والمحامين والفنانين والكتاب والمفكرين، التقى بالكل. أين أنتم؟ لماذا لم تخاطبوه؟ لماذا لم تنصحوه وقد أتيحت لكم الفرصة؟ طيب اللي بيعترض من القضاة الآن اختار منكم مجموعة للحوار، فلماذا لم تقولوا نختار فلانا وفلانا للحوار؟ يتكلمون بألسنتكم. هذا الذي نريده، هذا الذي ننصح به، لكن لا اعتراض على النصيحة، بل قلت إن النصيحة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 3 يرضى بهن الله عز وجل، والنصح لمن ولاه الله أمرنا، ويكره لنا، هو ذا المشكلة بقى، يكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، الإشاعات التي تبث في كل الأوقات، الإشاعات التي تقال عن ذاك وذاك وهذا وذاك وعن هذه وتلك، الإشاعات التي تخرج ونحن ننقلها ونثريها، بل ننشرها
ونزيد عليها وإضاعة المال بتخريب بإفساد بتعطيل بتعطيل مدارس تعطلت، مصانع تعطلت، أيدي عاملة تعطلت، شوارع تعطلت، كل هذا لمصلحة من؟ إحنا قلت لكم بدأنا نشم رائحة، بدأنا نشم رائحة، فلنتعاون. لهذا كانت الوصية الثانية: واعتصموا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. ونريد أن نعتصم، نريد أن نعتصم لمصلحة ديننا، لمصلحة بلدنا، لمصلحة أمننا، لمصلحة سعادتنا. نريد أن نعتصم. هل نريد حقا السعادة؟ نريد حقا الأمان؟ نريد حقا المصلحة؟ ولنتجرد كما قلنا. وأسأل الله أن يهيئ لهذه البلد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه عن أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأسأل الله تعالى أن يأخذ بيد رئيسنا للبر والتقوى، آمين يا رب، آمين، وأن يهيئ له البطانة الصالحة الناصحة الصادقة، آمين، الخالصة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. ولا نركب رؤوسنا ولا نعاند أنفسنا، بل علينا أن نأخذ الأصوب الأقرب الأرضى لله عز وجل، وهذا تمام السعادة وكمال الأمن والأمان. أنا أردت أن أوضح هذا لإخواني وأخواتي، ليست للمسألة التي خرج من أجلها الناس اليوم ليس لها صلة بالشريعة ولا حتى بالمادة الثانية من الدستور ولا علاقة لها. نعم. فانتبهوا حتى لا نزيد في المسألة ولا نبالغ في الأمر ولا نزعم أنهم كفار خارجون عن دين الله. أبدا، من يقول هذا ومن يجرؤ أن يقول هذا؟ جميل. هم إن كانوا خرجوا للنصيحة لكن أخطأوا في الطريق والوسيلة، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم ويختاروا مجموعة منهم يتكلموا باسمهم، ووجب على رئيسنا أن يسمع لهم وأن يتحاور معهم ضروري. هذه وجهة نظري، وأنا لست سياسيا ولا محترفا ولا متكلما ولا شيء، لكني أقول والله الذي لا إله غيره مما تعلمته من ديني أن نتحاور. كان نبينا يرسل الرسائل إلى الملوك والرؤساء من الكفار، من عباد الأوثان، من عباد النيران، كان يرسل إليهم ويدعوهم إلى الإسلام بالحسنى: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فالتحاور مهم. نعم. اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي طلعت، أهلا بحضرتك. يا مرحب بيك. اتفضل. الشيخ سعد عرفات، يا مرحب بيك يا أخي. اتفضل. الله يكرمك. والله مجموعة رسائل الله يبارك لك كده على السريع. نعم. رسالة لأخونا الدكتور مرسي، بقول له اثبت فإنك على الحق المبين بإذن الله تعالى، ومبشرات الخير تبدو في الأفق بإذن الله تعالى، فالقوى الوطنية كما يقولون تبحث عن مخرج الآن، هي التي تبحث عن مخرج. و رسالة لأخي الدكتور مرسي، أقول له أنك قارئ لكتاب الله ولسنة رسول الله، وفيها العظة والعبر الكثيرة من غزوة أحد عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتراجع المنافقون أو المتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يحدثوا فتنة عظيمة. فاصبر. وأقول له أن التاريخ الإسلامي مليء، اقرأ السيرة، اقرأ التاريخ الإسلامي، واقرأوا يا شعب مصر العظيم، اقرأوا التاريخ الإسلامي، سترون فيه العجب العجاب، سترون فيه أن هناك رجالا تعرضوا لمؤامرات وهم أصحاب فتوحات، ولكن وفقهم الله وأيدهم عندما تمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم. أما الرسالة الثانية فأوجهها إلى الدكتور البرادعي، أقول له كفاك العراق، اتق الله فينا، وكفاك العراق، لا تضيع مصر، لا تضيع الأمة، فنصف قلب الأمة العربية. ورسالتي الأخرى إلى القوى الوطنية، أقول لهم اتقوا الله في الشعب الطيب، شعب مصر لا يستحق منكم كل هذا الغراء. ورسالتي إلى المخلصين من أبناء الوطن وهم جل الشعب المصري، أقول لهم كونوا مفتاحا للخير إغلاقا للشر. ورسالتي إلى قضاة مصر، نعلم أن منكم مخلصين كثر، نرجو منكم أن تنصحوا لإخوانكم، نرجو منكم يا قضاة مصر أن تنصحوا لإخوانكم الذين لم يرتدعوا لأمر الله ورسوله، وأن تفهموهم أنه غدا وعند الله يجتمع الكفر. نعم. اتقوا الله فينا يا قضاة مصر، اتقوا الله فينا ولا تبحثوا عن مصالحكم الشخصية. جميل، شكرا جزيلا لك. اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ سالم اتفضل. طيب نقول بعض الرسائل. بسم الله. طيب اخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اتفضل. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. الله يخليك يا استاذ مرسي. اتفضل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه. الحمد لله. سلامي للشيخ سعد عرفات. الله يسلمك يا اخي. اتفضل. انا ليا راي واحد بس يا استاذ ملهم. نعم. بعد اذن حضرتك. نعم. ان الدكتور مرسي يطلع يقول اي كلمه للشعب المصري، يقول وجهه نظره في الاعلان الدستوري ده عشان يبين وجهه نظره للناس اللي هي نازله معارضه، لان دلوقتي المعارضه دي في اعلان مضلل عمال يضلل الشعب كله على رفض الاعلان الدستوري، وفي ناس يعني ثقافتها في الاعلان الدستوري قليله جدا او ثقافتها في المصلحه العامه قليله جدا، وعشان كده طلوع الدكتور مرسي دلوقتي للشعب البسيط المصري اللي انتخبه في الانتخابات اللي فاتت هيريح ناس كتير من الشعب المصري. نعم. ودي وجهه نظر بسيطه. بارك الله. وبحيي الشيخ محمد حسان وبحيي الشيخ سعد عرفات. شكرا جزيلا لك. اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. معاك ام بلال من الهرم. اهلا وسهلا. انا بايد الدكتور محمد مرسي. ايوه. بقول له لو اتراجعت عن قرارك هتتراجع عن كل يعني عن كل قرار هتاخده كل مره. عمرك ما هتاخد القرار الصح، لان الناس دي هتفضل برضه توقف لك، وهتخلي الشعب الناس اللي مش ما عندهاش وعي والناس اللي بالفلوس والناس بتوع الحزب الوطني وكل الناس دي هيعرفوا ازاي برضه ينزلهم الشارع مره. يعني لو اتراجعت المره دي هتتراجع كل مره، طالما انت على الحق ومعاك الحق والصح وده فيه الخير وفيه مصلحه للبلد خليك زي ما انت. نعم. شكرا جزيلا لك. ام رامي اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضلي يا فندم. ماشي. ايوه معلش استاذ ملهم اتقطع الاتصال معايا. اتفضلي. انا اللي بكلم حضرتك من اسكندريه. اهلا وسهلا. وبقول لك ان حمدين صباحي عامل علاج ببلاش هنا وكشف ببلاش، وحاطين اليافطه كبيره لحمدين صباحي. نعم. ومعلقين اليافطات على صدرهم صوره حمدين صباحي، وبيقولوا للناس ان هو اللي هيمسك الرئاسه قريب، ومطلعين استمارات بياخدوا نمر البطايق وبيمضوا الناس. تمام. فجايه بتقول لي، قلت لها لا طب احنا نمضي ليه؟ بتقول لي على ايه؟ قالت لي مش عايزين على سلفيين ولا اسوان. قلت لها طب ما انا من السلفيين، ومالهم السلفيين؟ انا منهم واخواتي منهم. انا اخواتي سلفيين وكل داعيه في نعم. العرب نعم. واحنا خير خير. سلفيين. نعم نعم. خير خير. نعم. ربنا يبارك فيك يا ام رامي. يا رب. اللهم امين. أمة الله أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا بأيد قرار الدكتور مرسي. أيوه. وبقول ربنا يا رب يعينه، وعايزة أقول للناس اللي هم لسه لحد دلوقتي بيشكروا في مبارك وإن أيامه كانت أحسن وإن هو كانت البلد مستقرة، أقول لهم لا، بصوا البلد 40% فقر. الناس المخدرات ملت الدنيا. دي بسبب مين؟ كان مسؤول فيها مبارك طبعا. البطالة، الشباب اللي مش لاقي شغل، العنوسة، الفقر اللي البلد عايشة فيه لحد دلوقتي، الإطارات والحوادث كان السبب فيها هو. 30 سنة كان فلوسه له ولأولاده، ما عملش أي تعديلات في البلد، وربنا كرمنا دلوقتي برئيس تلات أرباع الشعب انتخب. الربع التاني نصه ضحك عليه من الإعلام، والربع التاني طبعا إعلام وفلول عايزين يعيشوا في فساد كده على طول، هم عاجبهم الفساد عايزين يعيشوا فيه. فاحنا ليه ما نقفش كلنا ايد واحده يا رب ونأيده ونقف معاه كلنا؟ ويعني مش عارفه اقول ايه للناس اللي هم نازلين ميدان التحرير دول. يعني اصلا سبحان الله اللي بتأيد مرسي واللي بيأيدوا مرسي لو نزلوا يعني طبعا هيغطوهم اصلا. بس طيب. طبعا احنا كان في النهارده مليونيه طبعا الاسلاميين عشان وعايزه اقول اللي بيقولوا اخوان مسلمين دول اخوان اخوان اخوان، هم يعني اخوان ايه؟ يهوديين؟ ما هم مسلمين. كانوا عاملين جماعه طبعا من اجل كانت انقاذ الفساد اللي كان قبل كده، ويعني المفروض حتى نشكرهم ان هم عندهم براعه في السياسه والحاجات دي، مش تمام. نحرق مقراتهم. نعم. ونقف قصادهم. المفروض نشكرهم لانهم الناس دول تعبوا بجد. انا مش اخوانيه على فكره ولا سلفيه، انا طبعا مشاعر جميله والحمد لله ربنا هداني من قرارات الناس والرحمه والقرارات الاسلاميه الجميله دي، ونفسي والله بجد الاسلام يبقى
يعني منارة الناس، الناس مش كارهة الشريعة ولا بتكره الإسلام، بس الناس متحوك عليها من الإعلام الفاسد ده، هيقطعوكوا ودانكوا، ده هيقطعوكوا ايديكوا، ده هيلبسوكوا، ده هيقلق، معرفش حاجات كده غريبة بيقولوها طبعا. فربنا يهديهم يا رب، وأشكركوا طبعا، بشكر الشيخ سعد عرفات، ربنا يبارك له يا رب، ربنا يكرمك يا رب. الله يبارك فيك، لك ربنا يبارك فيك يا رب. مشاعر جميلة. الأستاذ رفاعي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أزيك يا أستاذ ملهم؟ أهلا بحضرتك، تفضل. سلام للشيخ سعد جنبه، الله يحييك. الله يكرمك. الدكتور مرسى لا يتراجع. تمام، لا يتراجع. الدكتور محمد مرسى لا يتراجع. طيب. الله من أراد الإسلام ومصر بخير فوفقه بكل خير، ومن أراد الإسلام ومصر بسوء أجعل في كيده نحره. الناس اللي في ميدان التحرير دول يا أستاذ ملعام أعظمها فوضى، وإحنا منتخبين الدكتور محمد مرسي عشان تطبيق الشريعي. نعم نعم. وأهل العلماء وأهل الدعاء، وإنت أستاذ ملعام وقفوا معانا إن شاء الله عشان نقوم شرع الله، عشان ربنا يفرج علينا زي السعودية زي السودان مقومين الشر. يا رب يا رب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. طيب أخذ بعض الرسائل، بعض الرسائل اللي وردت ما شاء الله، الرسائل بدأت يعني بعد الفصل. طب بس أنا عايز أقول ما شاء رب العالمين، الرسائل يعني بدأت تصل، يعني أكتر من 4000 رسالة معنا هو ما شاء رب العالمين، بالضبط هو 4785 رسالة ما شاء رب العالمين، 4785 رسالة من أحبابنا المشاهدين في كل مكان. نقول بعض منهم سريعا كده. توكل على الله ولا تتراجع يا دكتور مرسي خالد المصري، اثبت على قرارك يا دكتور مرسي والله ناصرك. أشرف مسعد غنام من المنصورة، لا تتراجع إن شاء الله ينصرك الله يا ريس، لا تتراجع إن شاء الله ربنا ينصرك يا ريس مرسي. عبير من البحيرة، نعم دكتور مرسي، سير على بركة الله لا تتراجع. أم مرفت من الغردقة، نقبل إيديك لا تتراجع عن قرارك، نعم أؤيد قرارات الدكتور مرسي خاصة حسناتها رغم حقد الحاقدين، بل ولا يجوز التراجع عنها أو أي شيء منها، وفكروا ما البديل، بديل التراجع خراب البلد وعدم استقرارها. ده محمد من القاهرة، لا تتراجع دكتور مرسي فإن الله معك. أم عمر من الإسكندرية، لا تتراجع يا دكتور مرسي سعد بهجات وابنه عبد الرحمن، لا تتراجع يا دكتور مرسي والله معك فإنك على الحق نصرك الله. الحاج أحمد غطاس من الإسكندرية، المهندس محمد وهب الله وعائلته وأسرته يؤيدون قرارات الدكتور مرسي، حفظ الله مصر يا رب، اللهم أمين يا رب احفظ مصر. سر على بركة الله لا تتراجع الله معك. محمود زينهم من البدرشين، لا تتراجع يا دكتور مرسي ولا تخشى غير الله. محمد عبد الفتاح، لا تتراجع يا دكتور مرسي، نؤيدك وندعمك بشدة. المعترضين أي حاجة هيعترضوا عليها، المعترضين هيعترضوا على أي حاجة هتبقى هتتقال بعد كده، يعني بمعنى ان لو خدت قرار بعد كده أي كان القرار، وانت لو تراجعت هيعترضوا عليك في كل قرار انت هتصدره. وأيد دكتور مرسي وربنا معاك. محمد يونس مصري مقيم بالأردن، الله يحميك يا دكتور مرسي ولا تتراجع. أحمد سليمان الزقازيق، نحن معك يا دكتور مرسي. هيثم عبد العليم، أنا مع الدكتور مرسي ولا تراجع ولا تراجع. فاطمة عبد الحكيم، لا تتراجع يا دكتور مرسي يا زعيم الأمة، ينصرك الله إن شاء الله. نؤيد الرئيس محمد مرسي. أبو عبد الرحمن، أنا مهران من قنا، لا تتراجع يا مرسي، الأغلبية معك. نعم لقرارات الرئيس عبد العظيم صالح، لا تتراجع يا دكتور مرسي إن الله معك. سارة فارس زكريا، نعم لمرسي، نحن مع قرارات الدكتور مرسي. نعم، يعني رسائل أيضا ناخد يعني عشوائيا كده صفحة تانية، لأن الرسائل كده لا تتراجع دكتور مرسي، ومحتاجين يطلع يوضح إيه المقصود بتحصين القرارات السيادية. هو ده الكلام الجميل، يبقى ده معنى الكلام اللي الشيخ سعد قاله، وبعض اللي أحبابنا اللي تواصلوا معنا وقالوا إن إحنا محتاجين الدكتور مرسي يطلع على الهواء ويتكلم ويقول يعني إيه المقصود بالإعلان الدستوري، يوضح. محتاجين توضيح وتفسير لكل المصريين في كل مكان حتى تهدأ الأمور. هنكمل الرسائل وهنكمل استقبال تلفوناتكم، لأن زي ما بقول حلقة مهمة جدا، حلقة هتفصل في حاجات كتير، حلقة هيتحدد عليها أشياء عديدة.
إذن هنلتقي بعد الفاصل، ولكن قبل ما نطلع للفاصل أنا بشكر شيخنا الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ سعد عرفات، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا وأسعدتنا وأتعبناك معنا النهارده، ربنا يبارك فيك. نلتقي بعد الفاصل مع فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال.